الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العلي العظيم. يوم الخميس القادم يصادف الذكرى الأليمة بفاجعة استشهاد الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما. حديثنا في هذا اليوم ليس عن هذا الإمام العظيم، ولا عن استشهاده المفجع، ولا عن معاجزه الباهرة، ولا عن علومه التي أسعدت البشرية بمقدار ما هم سعداء. حديثنا في موضوع آخر. نحن أهل هذا المذهب الشريف، نسمى بالجعفريين، نسمى الطائفة الجعفرية، مذهبنا يسمى المذهب الجعفري. سؤال: بالفعل هذا اسمنا؟
الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام الشخص ينسب له، هذا أكبر افتخار، هذه المفخرة العظمى، الإنسان ينسب لهكذا إمام. الإمام الذي ليست الأديان والمذاهب تفتقر إلى مثل هذا الإمام أصلا، أبعد ما يكونون هم عن هكذا أئمة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الذي جانب واحد من آلاف، لا من ملايين جوانب حياته، جانبه العلمي يذهل، شخص له آلاف من التلاميذ من العلماء لا في علم واحد أخذ منه الفقهاء فارتقوا في الفقه، أخذ منه علماء الفلك فارتقوا في علم الفلك، أخذ منه علماء الكيمياء فارتقوا في الكيمياء، أخذ منه علماء الطب فارتقوا في الطب، أخذ منه العلماء في التشريع ارتقوا في التشريع، أخذ منه العلماء في أي مجال، في توحيد الله ارتقوا، أخذ منه العلماء في التفسير ارتقوا، في شتى العلوم من أخذ منه ارتقى. العلماء يسهرون ليالي وأسابيع وأشهر وسنوات على دقائق كلماته، شخص أو أمة تنسب لمثل هذا الإمام، هذه المفخرة العظمى لتلك الأمة، أمة تسمى بالجعفريين، هذا أكبر افتخار. ولكن رغم أن هذه النسبة هي مفخرة كبيرة، نحن اسمنا ليس المذهب الجعفري، اسمنا ليس الجعفريين. نحن ننسب لكل واحد واحد من المعصومين عليهم الصلاة والسلام. مذهبنا ينسب لكل واحد واحد منهم صلوات الله عليه. ديننا ومذهبنا مهدوي، ديننا ومذهبنا عسكري، ديننا ومذهبنا هادوي، ديننا ومذهبنا جوادي ورضوي وكاظمي، ديننا ومذهبنا صادقي وباقري وسجادي، ديننا ومذهبنا حسني وحسيني، ديننا ومذهبنا علوي وفاطمي، ديننا ومذهبنا محمدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ننسب لهم ونتشرف بهذه النسبة، ولكن اسمنا ليس المذهب الجعفري ولا المذهب العلوي والفاطمي ولا المذهب المهدوي ولا المذهب المحمدي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سمانا الشيعة، سمانا شيعة علي، ولا نعدل عن التسمية التي سمانا بها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أي تسمية أخرى مهما كانت تلك التسمية جميلة وعظيمة. ننسب للأئمة عليهم الصلاة والسلام ونفتخر بهذه النسبة، ولكن اسمنا ليس المذهب الجعفري، اسمنا الشيعة، اسمنا شيعة علي، المذهب الشيعي. ننسب لأمير المؤمنين ولكن اسم مذهبنا ليس المذهب العلوي، مذهبنا المذهب الشيعي ولا غير. هذه التسمية جاءت من رسول الله، رسول الله لا ينطق عن الهوى، هذه التسمية من الله،
هذه التسمية أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، أكد عليها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا نقبل بتسمية ثانية مهما كانت تلك التسمية جميلة وعظيمة ورائعة، نعتبر ذلك وصفا ونفتخر بذلك الوصف. مذهبنا يوصف بأنه جعفري روعة، يوصف بأنه علوي روعة، هذا وصف. عنواننا اسمنا هو الاسم الذي اختاره لنا رسول الله صلى الله عليه وآله. بلد من البلاد اسمه أي شيء، هذا الأسماء للبلاد. هذا البلد اسمه العراق، ذاك البلد اسمه إيران، ذاك البلد اسمه أمريكا، ذاك البلد اسمه أستراليا، ذاك البلد اسمه الهند، أي بلد. أصحاب البلد يقبلون أن تغير اسم بلدهم ولو كان ذلك الاسم الآخر اسما جميلا؟ لا، سمي بلدا باسم بلد الورد، يقبلون أصحاب ذلك البلد أن يسموا بهذا الاسم؟ لا، يوصفوا بهذا الوصف؟ نعم. سمي بلدا بلد الحرية، جميل، اسم رائع، يعني وصف رائع، يقبلون أن تسمي بلدا بهذا الاسم؟ لا، اسمهم البلد الفلاني، صفهم بهذه الصفة؟ نعم، مقبول. هذه أسماء بلاد جاءت من أناس عاديين. هذه الأسماء من أين جاءت؟ أناس عاديون قبل عشرات السنوات، قبل مئات السنوات، سموا البلد الفلاني بالتسمية الفلانية. مع ذلك أصحاب البلد لا يقبلون أن يغير هذا الاسم. فكيف بنا واسمنا جاء من شخص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أكد عليه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نقبل بتغيير هذا الاسم؟ لا أبدا. مذهبكم جعفري؟ أبدا. اسما؟ لا. وصفا؟ نعم. ثم إخواني، يلزم أن يكون الإنسان ذكيا فطنا، لا يخدع المؤمن. هذه المحاولات التي وقع فيها حتى بعض المؤمنين، محاولات وراءها أشياء. أنت مميز بميزات كبيرة، طبعا البعض لا يتمكن أن يرى هذه الميزات لك. كمثال أقول، كنماذج، أولا اسمك أنت، وأنت الوحيد، المذهب الإسلامي الوحيد الذي جاءت تسميته من قبل النبي صلى الله عليه وآله هو المذهب الشيعي. هذه ميزة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وآله ما سمى أي فئة من المسلمين بأي تسمية أخرى، هذه ليست ميزة؟ ميزة. وإن تأمل الإنسان فيها يجد أشياء وأشياء، معاني ومعاني. المذاهب الأخرى بتسمياتها، هذه التسميات جاءت من رسول الله بعنوان اسم فئة؟ لا أبدا. أتوا لي بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى أي مذهب آخر، بالنسبة إلى أسمائهم. طبعا البعض لا يتمكن أن يرى هذه الميزة لك، يحاول، والمحاولة ليست اليوم، قبل أكثر من 100 عام، يحاول أن يجعل لك اسما ثانيا يرضيك حتى تترك هذا الاسم الذي سماك به رسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا، ميزة ثانية، نحن شيعة علي عليه الصلاة والسلام، شيعة علي يعني ماذا؟ يعني أتباعه، يعني أخذنا ديننا منه. تعلمون بعض المذاهب يعانون من مشكلة، يعانون بالفعل معاناة
من مشكلة انقطاعهم عن النبي صلى الله عليه وآله، بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من قرن. أما نحن شيعة علي، هذا الاسم يوضح أنك مذهب مرتبط بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أخذت دينك من أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أخذ دينه ممن؟ أمير المؤمنين منذ نعومة أظفاره في حجر النبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين الذي علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. أمير المؤمنين الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا إمامنا، أخذنا ديننا من هذا الإمام. هذا الإمام أخذ دينه ممن؟ هو باب علم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه ميزة أم لا؟ آخرون يعانون معاناة شديدة، بعضهم لا يتمكن أن يرى هذه الميزة لك، هو ما عنده هذه الميزة. المذهب الفلاني ينتهي لفلان، بينه وبين رسول الله سنوات طويلة، أصلا ما رأى النبي صلى الله عليه وآله، ولا رأى أصحاب النبي، ولا رأى التابعين حتى. مذهب يعانون، أنت ما عندك معاناة، فيجعلون لك اسما آخر، والاسم جميل، انتساب لإمام عظيم، نقبل به، نصبح بنظرهم على الأقل مثلهم. لا، نحن شيعة علي صلوات الله عليه، أتباع أمير المؤمنين كما سمعنا به رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الكلمة، كلمة الشيعة، كلمة شيعة علي، وارد في الروايات الشريفة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة، الروايات التي ذكرت هذا العنوان وهذا الاسم، روايات كثيرة جدا في مصادر الفريقين. أنا أذكر لكم روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله لتكن الحجة أقوى، أذكرها عن مصادر العامة فقط. الروايات التي وردت في مصادرنا لا أذكرها، وهي روايات كثيرة، هذه الروايات وغيرها واردة في مصادرنا أيضا، ولكن أنا أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة، روايات كثيرة هي، التي وردت في مصادر العامة فقط، يعني من مصادر العامة أقرأ لكم هذه الروايات الشريفة. في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، طبعا الكلمة جدا عظيمة، خير البرية، من هم خير البرية؟ من مصادر العامة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة، فنزلت هذه الآية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في حديث آخر عندما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وآله هو أن، أشار إلى أمير المؤمنين وخاطبه وقال له هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. في حديث شريف آخر ابن مردويه ينقل هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله في تفسير هذه الآية عندما نزلت الآية يخاطب أمير المؤمنين يقول له بالنسبة إلى هذه الآية أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في تاريخ بغداد النبي صلى الله عليه وآله يقول مخاطبا أمير المؤمنين أنت وشيعتك في الجنة. في حديث آخر يخاطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول له ستقدم على الله أنت
وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم عليه عدوك غضابا مقمحين. ثم جمع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى عنقه ليريهم كيف الإقماح. مقمحين يعني ماذا؟ يعني الشخص الذي أو الحيوان الذي بسبب ضيق يرفع رقبته، هذا يقال له مقمح. النبي صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمة ثم أشار بيده، أوضح. في حديث شريف آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله تعالى، وأخذت أنت بحجزتي، وأخذ ولدك بحجزتك، وأخذ شيعة ولدك بحجزتهم، فترى أين يؤمر بنا؟ هذا التسلسل وين يكون؟ واضح، لا يحتاج إلى جواب. أعلى عليين. في مروج الذهب: إذا كان يوم القيامة دعي الناس، رواية عجيبة جدا والبعض لا يتحملها في مصادرهم، لا يتحملونها، يمسحون هذه الرواية من مصادرهم. طبعا هذا حديث من الأحاديث بهذا المعنى، حديث جدا عجيب. إذا كان يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم. يعني ماذا؟ الله عز وجل يقول لهم، كأنه يقول لهم: أنا لا أعترف أنكم ابن أبناء آبائكم. هذا معنى. إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، إلا هذا، وأشار إلى أمير المؤمنين، إلا هذا وشيعته، فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم لصحة ولادتهم. طبعا لا تستغربوا من هذه الكلمة في مصادر العامة، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، هذا الكتاب أكثر من 1000 سنة، من أهم مصادر العامة في الحديث. في هذا الكتاب يروي حديثا، حديث مفصل، أن الشيطان يقول لأمير المؤمنين في قضية، الإمام أمير المؤمنين رأى الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية مفصلة، النبي صلى الله عليه وآله يلعنه، يلعن الشيطان، صارت محاورة، فقال الشيطان لأمير المؤمنين: والله، هذا في تاريخ بغداد المجلد الثاني صفحة 290، يقول الشيطان لأمير المؤمنين: والله ما أبغضك أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه. يعني لا تستغربوا من هذا الحديث. حديث شريف آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله قد غفر لك ولذريتك ولولدك ولأهلك وشيعتك ولمحبي شيعتك. في تاريخ بغداد يقول النبي صلى الله عليه وآله: شفاعتي لأمتي، النبي يشفع لأمته، نعم، لمن؟ شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي وهم شيعتي. في حديث شريف آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله للمولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أنت أول داخل الجنة من أمتي، وأن شيعتك على منابر من نور، مسرورون، مبيضة وجوههم حولي، أو مبيضة وجوههم حولي، أشفع لهم فيكونون غدا في الجنة جيراني. كلمة الشيعة في روايات النبي صلى الله عليه وآله من مصادر العامة. في حديث شريف آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عدن، وسائر ذلك في سائر الجنة. الطبراني وابن عساكر وغيرهما، هذا الحديث مشهور، يقول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، إن أول 4 يدخلون الجنة أنا
وأنت والحسن والحسين إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا. في حديث شريف آخر النبي صلى الله عليه وآله يقول: مثل لي أمتي في الطين قبل أن يخلقوا، كانوا طينا، فمر بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلي وشيعته. بدون استغفار النبي صلى الله عليه وآله يغفر لأحد؟ أبدا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بدون استغفار النبي لا يغفر لأحد. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا عندما مرت بي الرايات، راية فلان راية فلان، استغفرت لعلي وشيعته فقط. وأحاديث وأحاديث شريفة كثيرة. السيد الحميري رضوان الله تعالى عليه من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهم الصلاة والسلام، هذا الشاعر القدير، عنده قصيدة إن لم تكن أشهر قصائده فهي من أشهر قصائده، العينية، بدايتها: لأم عمرو باللوى مربع طامسة أعلامه بلقع، إلى أن يقول: قالوا له، يعني أصحاب النبي قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له: لو شئت أعلمتنا إلى من الغاية والمفزع. يا رسول الله بعدك نفزع لمن؟ ثم أتته بعد ذا عزمة من ربه ليس لها مدفع، بلغ وإلا لم تكن مبلغا، والله منهم عاصم يمنع. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فعندها قام النبي الذي كان بما يأمره يصدع، يخطب مأمورا وفي كفه كف علي ظاهرا تلمع. اللهم صل على محمد وآل محمد. رافعها أكرم بكف الذي يرفع والكف التي ترفع. يقول: والأملاك من حوله والله فيهم شاهد يسمع. من كنت مولاه؟ فهذا له مولا فلم يرضه ولم يقنعه. لا هم عليه يردوا حوضه غدا ولا هو فيهم يشفع. هؤلاء الذين رفضوا، هؤلاء الذين لم يرضوا بما أمر به الله ونفذه رسول الله في ولاية أمير المؤمنين في يوم الغدير، هؤلاء لا يردون على رسول الله الحوض ولا هو يشفع لهم. لا هم عليه يردوا حوضه غدا ولا هو فيهم يشفع. أي حوض هذا؟ حوض له ما بين صنعاء إلى أيلة أرض الشام. هذا الحوض حوض كوثر، لا تصور حوض صغير، من صنعاء من اليمن إلى أرض الشام. حوض له ما بين صنعاء إلى أيلة أرض الشام بل أوسع، ينصب فيه علم للهدى، والحوض من ماء له مترع، يفيض من رحمته كوثر أبيض كالفضة أو أنصع، والعطر والريحان أنواعه تسطع إن هبت به زعزع، ريح من الجنة مأمورة دائمة ليس لها منزع. هذه رائحة الكوثر، هذه رائحة الحوض
في يوم القيامة من يشرب من هذا الحوض؟ يقول السيد الحميري: هذا لمن ولا بني أحمد ولم يكن غيرهم يتبعوا. والناس يوم الحاشر راياتهم خمس، فمنها هالك أربع: فراية العجل وفرعونها وسامري الأمة المشنع. المشنع صفة للراية، هذه الراية الأولى. وراية يقدمها حبتر للزور والبهتان قد أبدعوا، وراية يقدمها نعثل لا بردوا في سقر أجمعوا، وراية يقدمها أدلم عبد لئيم لكع أكوع، أربعة في سقر أودعوا ليس لها من قعرها مطلع، وراية يقدمها حيدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووجهه كالشمس إذ تطلع. اللهم صل على محمد وآل محمد. غدا يلاقي المصطفى حيدر، وراية الحمد له ترفع مولا، له الجنة مأمورة والنار من إجلاله تفزع إمامه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إمام صدق وله شيعة يروا من الحوض ولن يمنعوا، بذاك جاء النص بذاك جاء الوحي من ربنا، يا شيعة الطهر فلا تجزعوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أختم كلامي بحديث شريف. هذا الحديث الشريف رواه الشيخ الصدوق بسند صحيح في كتاب الأمالي عن سلمان الفارسي سلام الله عليه قال: كنت ذات يوم جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله له، فقال له: يا علي، ألا أبشرك؟ فداء لك يا رسول الله، أنت المبشر، فداء لاسمك يا رسول الله، ألا أبشرك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: هذا حبيبي جبرائيل يخبرني عن الله عز وجل أنه قد أعطى محبيك وشيعتك سبع خصال، خصلة أعظم من خصلة، سبع خصال أعطاه الله سبحانه وتعالى لمحبي أمير المؤمنين وشيعته: الرفق عند الموت. يا الله. والأنس عند الوحشة في البرزخ في القيامة، الوحشة. والنور عند الظلمة يوم القيامة، الشمس تقترب من الرؤوس تحرق ولكن ليس لها نور. الله أكبر. يوم القيامة ظلمة مع حرارة الشمس، أضعاف حرارة هذه الشمس، وتقترب ولكن ظلمة. فئة من الناس عندهم نور، الأعداء يقولون لهم: قالوا انظرونا نقتبس من نوركم. لو ينظر المؤمن إلى جهة بنظره عندما يوجه وجهه يصبح هذا الاتجاه نورا، أعداؤهم يقولون لهم: وجهوا وجوهكم نحونا فقط. قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هناك في تلك الظلمة من الخصال التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لشيعة علي ومحبيه
النور والنور عند الظلمة، والأمن عند الفزع. أهوال يوم القيامة، اقرأوا اقرأوا أهوال يوم القيامة ما هي؟ الفزع الأكبر، كل الفزع في الدنيا لا شيء أصلا، في البرزخ لا شيء بالنسبة إلى فزع يوم القيامة. شيعة عليين هناك عندهم أمن، والأمن عند الفزع، والقسط عند الميزان، والجواز على الصراط، هذه ستة. السابعة، ودخول الجنة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عاما. نحن جعفريون ونفتخر بأننا ننسب هذه النسبة، نوصف بهذا الوصف، ولكن اسمنا ليس الجعفريين، ليس المذهب الجعفري، ليس الفئة الجعفرية. نحن روافض ونفتخر بهذا الوصف كما ورد في الأحاديث الشريفة. فئة رفضت الباطل، فئة رفضت أئمة الباطل، فئة رفضت أهل الباطل، هذه مفخرة، ولكنها ليست اسما لنا. اسمنا هو الاسم الذي اختاره لنا رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الشيعة، شيعة علي، شيعة الإمام الصادق، شيعة الإمام صاحب الأمر، شيعة آل محمد صلوات الله عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الصادق، بحق آبائه الطاهرين، بحق أبنائه الطاهرين، بحق رسول الله وأمير المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكتبنا في الدنيا من شيعة علي، اكتبنا في البرزخ من شيعة علي، اكتبنا في القيامة من شيعة علي، احشرنا إلى الجنة مع شيعة علي. اللهم بحق رسول الله وبحق أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين.